هذه محاولة فيها مرور الآن للأمام، انطلاقة جيدة تبدو كذلك، وكرة خطيرة وفرصة جول، فرصة جول فيها حكم المباراة احتسب ماذا؟ احتسب ضرب الجزاء. إبرة خامس أهدافه، يتقدم الآن يسجل جول وإبراهيموفيتش يعيد ميلان مرة أخرى إلى التقدم. سلامات لإنزاغي، سلامات لإنزاغي، 37 سنة والبرد، وبالتالي يتقدم ميلان مرة أخرى، مرة أخرى. كنا نتكلم على أن ميلان في وضعية تتيح له التقدم، التقدم جاء من ضرب الجزاء، وبهذه الصورة إبراهيموفيتش الذي أقال مرة أخرى أن ميلان أعاد لي الابتسامة المفروض.